مسألة التكفير يا جعفر ليست مسألة خاصة بالقاضي ولا بالمفتي ولا بالعلماء المطبوعين، إنما هي مسألة شرعية، حكم شرعي يتكلم فيها كل من يعلم بها أو له معرفة أو كان متأهلا في الكلام فيه وإن كان عاميا. وقد سبق أن قلنا أن المسائل تنقسم إلى قسمين، مسائل ظاهرة جلية يشترك فيها الناس معرفة وعلما وللعامة أن يأمر فيها بالمعروف وينهوا فيها عن المنكر ويحكموا على المخالف أو المنكر لها بما يستحقه من أحكام، ومسائل خاصة مشكلة تعد من دقائق العلم فلا يحق للعام أو من هو مثل العام وإن كان من الطلبة أن يتكلم فيها، فهذا من خصوصيات وخصائص العلماء والمفتين وأهل الفتوى. أما المسائل الجلية كوجوب الصلاة ووجوب الصوم والزكاة والحج ونحو ذلك وتحريم الزنا والربا والخمر والميسر فللعام أن يكفر، مستحلة وجاحدة. ألا بالله توفيق.